أتمنى ألا تمطر الآن، الجو يوحي بالمطر. المهم سنتحدث اليوم عن مفهوم اليقظة والوعي، ما الفرق بينهم؟ هناك كثير من الأشخاص يقولون متى تحدث يقظة الوعي؟ هنا فرق، الوعي هو بدوره موجود سواء استيقظ أو لم يستيقظ، علمت، ولكن مستوياته هي التي يكون فيها اختلاف. عندما نتحدث عن اليقظة، عندما تنام في الليل وأنت في سبات عميق، أحيانا لا تعي ليس أحيانا أصلا لا تعي بالأجواء الخارجية التي بجانبك، كصوت شخص يتحدث أو كذا أو كذا، إلا إذا كانت في بداية النوم أو في فترة أثناء الاستيقاظ من النوم. أما في النوم العميق لا تعي بالأجواء الخارجية، تعي بالأجواء التي في الحلم، ربما تركض خلف الكبوتات الداخلية التي تتجلى في الأحلام، أو تظن أنك في مأزق، أو أحيانا لا تحلم فلا تعلم حتى أين أنت، علمت. فهذه المراحل الأولى هي ما تسمى بالحلم، علمتم، ونعلم أنها تسمى حلم، تمام. ومفهوم الحلم هنا لا يعني أنه الشخص لا واعي أو غير واعي أو لا يوجد لديه وعي، يوجد لديه وعي، ولكن وعيه هذا ليس في العالم الخارجي، لديه وعي ضئيل جدا ما يمكنه من رؤية الأحلام، بل يظن أن الأحلام هي حقيقة، علمتم، حتى وإن رأى شان غريبة، مثلا يرى فيلا يأتي إليه ثم يتحول إلى حمامة، علمتم، فلن يقول هذا حلم، لا لا لا، سيكمل في نفس المود، علمتم. عندما يستيقظ يخرج من مرحلة الحلم المعروفة إلى مرحلة حلم الحياة التي نحياها الآن، التي بدورها حلم، علمتم، التي بدورها يسيطر فيها العقل، التي بدورها تكون فيها كثير من المفاهيم، ونظن أنها وعي وحقيقة. نتحدث كثيرا ونستخدم كلمة الوعي، ولكن كلمة الوعي ليس بهذه البساطة. عندما تقول لشخص كن واعي، ماذا تقصد حتى بالوعي؟ attention ليست كلمة سهلة، كلمة ثقيلة جدا. يمكن أن تقول كن مدركا، ها مقبولة، ولكن كن واعيا، ما هو الوعي حتى تريد أن يكون واعيا؟ وهنا سنحاول أن نفسر ونبسط، حتى وإن عملنا آلاف الحلقات عن الوعي فلن ننتهي. مفهوم الوعي الذي سنتحدث عنه الآن والفرق بينه وبين اليقظة هو أن هذا جسدي، عندما ألمس هنا أشعر بجسدي، ولكن جسدي هذا هو نتائج الوعي، لن أعي بأن هذا جسدي إلا إذا كان وعي يعي. لن أأتي إلى جسد مثلا لنقل لتشاهد الآن أحمد أو سارة أو أي شيء وأقول لا هذاك هو جسدي، لن تكون مقبولة لي، لأن وعي يعي بأن هذا ملكي. ولكن في نفس الوقت هنا تدخل من العقل، لأن يمكنك أن تحيا بدون أيادي أو أقدام، وهذا لا يعني أن الوعي هناك. حتى نفسر هذه النقطة، ما تراه أنت في الخارج الآن ما هو إلا انعكاس الوعي، لولا وعيك لن ترى ما هو بالخارج. حتى وإن أغمضت عينيك أنت تعي أنك مغمض عينيك، الوعي يعي. حتى وإن أغلقت أذنيك الوعي يعي أنك مغلق أذنيك. حتى وإن لم تسمع وعيك يعي أنك لا تسمع أو لا ترى، لا يوجد مهرب، علمتم. فالوعي أعمق من هذا بكثير. عندما الشم كذلك، عندما تحدثنا عن الشم أو الرؤية أو غيرها، نتحدث هنا عن الإدراك، والذي بدوره تحت سيطرة العقل، والعقل بدوره تحت سيطرة الوعي. الوعي إن أردنا أن نفسره كما فسرناه سابقا هو وعاء كبير ضخم شفاف لا شكل له، بداخله العقل، الأحاسيس، الخيال إلى آخره. وحتى الآن علميا في المجال العلمي يتحدث، وليس المجال مثلا السبيرتشوالي الروحي أو غيره، لا، أتحدث عن المجال العلمي. العلم الآن بين 7.7 مليار إنسان على الأرض، لا يوجد فيهم عالم يعلم ما هو الوعي إلى الآن. لا تزال تسمى the hard problem of consciousness، المعضلة الصعبة أو المشكلة الصعبة للوعي، ولا يخضع للمادة أو كشفها عن طريق المادة، لأن إن أردت أن تكتشفها عن طريق الجهاز العصبي أو أجزاء الدماغ، أو هنا ستلاحظ أن الوعي يحاول أن يكتشف الدماغ، وليس لأن الوعي هناك، الوعي بدوره يبحث. وهنا الفخ، كأننا في دائرة ونجري بهذه الدائرة ونظن أننا سوف نجد بابا يعطينا المفهوم الحقيقي. فالخلل الذي يحدث هو أننا نعطي هوية للوعي، الوعي لا تعطيه هوية نهائي، الوعي خارجا عن أي المفاهيم الاجتماعية. إن كان ذلك مهندسا سيتصرف في شخصية المهندس، إن كان ذلك مثلا طبيب سيتصرف في شخصية الطبيب،
كان ذلك مديرا ستتصرف بشخصية المدير. أخذوا هويات already، هويات اجتماعية، أخذت نمط لايف ستايل معين، وإذا تزعزعت سيدافعون بكل قوة باسم أو بحجة السمعة. وهنا الوعي لا يخضع لأي من هذه الأجواء. الوعي لا يعني أنك تتصرف بشخصية معينة لكي تثبت أنك واعي. هنا عبث من العقل، هنا عبث من العقل. العقل هو الذي يعطي هذه الهويات. ليس كل شخص بوجهة ما يعني أنه واعي، هو نمط اجتماعي. هنالك فرق بين التفسير الاجتماعي وبين الوعي. الوعي هو خارج عن أي شيء ربما تعرفه. الوعي هو ليس هذه المفاهيم. الوعي إذا نظر إليه العقل لداب في مكانه. الوعي إذا أتته السمعة أو الهويات هذه الاجتماعية التي تحوسب أسلوبا وسلوكا معينا لأشخاص طبقا لأجوائهم وأعمالهم أو غيرها لتدمرت بدورها. الوعي خارج عن كل هذه الأشياء. الوعي هو spaciousness أو الامتنس، الفراغ، حيث لا توجد معاناة، لا يوجد تفكير. وكما قلنا سابقا إذا تحدثنا مع الوعي عن ما هو المستقبل لقال لنا المستقبل معدوم، وإذا قلنا له ما هو الماضي لقال هو ذكريات بداخل ذلك العقل هناك. الوعي هو وعاء كبير، الوعي هو وعاء كبير بداخله العقل، الخيال، إلى 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 إلى. ولكننا نعيش بنمط الوعي الطبيعي الذي بدوره يمكن أن العقل الذي به يمكن أن يحوسب ويسيطر كدرجة أولى، حيث يخمد الوعي. وهنا فعلا تنطبق مقولة لا يوجد فرق بين الحلم وانت نائم وبين الحلم وانت مستيقظ وتتحرك الآن. إذا تحدثنا عن الوعي أعمق وأعمق من الصعب حتى شرحه. يمكن أن تفهمه، يمكن أن تجربه، لكن من الصعب أن تشرحه. علمتم؟ ولهذا سنحاول أن نبسط الآن. مفهوم الوعي أن أعي أن هذا جسدي، مفهوم الوعي أن أعي أن هذا دماغي. الدماغ بدوره أنت تعيه أنك لديك دماغ. الوعي أعمق من هذا. الوعي أنك تعي أنك إنسان، أن تعي أنك تنظر، يجسد لك هذه التجربة الثلاثية الأبعاد. هو ليس بأي مشاكل، كما أن الحياة ليست بها ولا أي مشاكل. الحياة ماذا بها؟ الشمس تخرج. هل عمرك يوما من الأيام قلت الشمس لماذا تعطلتي؟ لماذا الشمس تخرج بأجواء منتظمة؟ القمر، الحياة طبيعية، الصيف يأتي، الشتاء، لا يوجد بها ولا أي عيب. الحياة الوعي لا يوجد به ولا أي عيب، خارجا من الأفكار، خارجا من أي شيء. عزيزي، أنت لست في الوعي ولست في مفهوم الحياة التي نعرفها والكون. أنت في برنامج العقل الذي يصنع كثير من الأفلام السينمائية، ربما تستمر معه في هذه الأجواء إلى أن تنتهي حياتك. وهنا المشكلة، لأن المعاناة بمجرد أن تضع نفسك في هوية ما وتتخذ هذه الهوية مثلا كهوية طبيب أو تصرف بشكل طبيب أو كمهندس أو كفقير، مثلا استخدم هوية فقير أو استخدم، بمجرد أن تربط نفسك بشيء ما هنا تمكن منك العقل. وهنا الوعي سيكون فقط مجرد مواضيع نتحدث بها. عندما ترى أما مثلا تهتم بأطفالها، أو أحيانا في كثير من الأمهات مثلا وتعتني بأطفالها أو غيرها أو كذا أو كذا أو كذا، ليس بالعامل الأساسي لرؤية أطفالها متفوقين أو غيرها. في بعض الأحيان العامل الاجتماعي، العامل الاجتماعي، كيف سيراك الناس، كيف سيكره، كيف الناس، ماذا الناس، ماذا خالي، ماذا أمي، ماذا جارنا، ماذا فلان، ماذا عائلة فلان. هذه المفاهيم، نحن أين والوعي أين. علمتم؟ فإذا أردت أن تفهم ما هو الوعي، إياك أن يخدعك عقلك ويقول لك أنك أنت الآن واع متنور. إياك، هذا ليس من الوعي وإنما من العقل لكي يرجع. حتى عندما تتأمل لكي توقف الأفكار لكي تدرك ذاتك من الداخل، العقل سيقول ماذا يفعل هذا؟ هذا ماذا يفعل هذا؟ إيه فلان يتصل بك، إيه لديك موعد مع كذا، إيه غدا لديك عمل في الساعة كذا، إيه أتتك رسالة لم تجب عليها، إيه لم تتعشى بعد. سيوقفك بطرق مقنعة جدا لكي يبعدك عن الحقيقة. مفهوم الوعي هو خارج عن هذه الألعاب. هذه الألعاب قوية، أعترف لك قوية جدا،
ولكنها ليس الوعي هناك. ستكون مقنعة جدا لكي توقفك عن الطريق، وستكون مقنعة جدا لكي تجعلك تعيش في النظام الاجتماعي، ستجعلك مقنعة جدا لكي تتصرف بشخصية مختلفة في بعض الأحيان لكي ترضي العامة، سيجعلك في شخصية أمام الناس بشكل وعندما تكون بمفردك بشكل آخر. هذه كلها جوانب اجتماعية وكلها من العقل، ليس لها أي علاقة بالوعي. أتمنى أن تكون هذه الطلة البسيطة في هذا الموضوع قد أفادتكم. شكرا جزيلا متابعيني الأعزاء، سلام.